السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتبقيع ألوان العربيات، الألوان بقى الفضي، الذهبي، الألوان اللي هي الحساسة الميتاليك دي أو السماوي، دايما بيحصل تبقيع في العربيات خصوصا في الكبوت والكلام ده، وفي ناس ما معهاش التنارات البطيئة، لأن التنر البطيء ده اللي بيساعد على إن الدهان ما يحصلش فيه تبقيع، أو الموتلينج اللي هو الحبيبات بتكون واقفة بشكل غير منتظم ونازلة خشنة، فبالتالي بيظهر التبقيع قبل ما نرش الورنيش أو بعد ما نرش الورنيش، بنلاقي فيه بقعة كده اللي هي بتبقى حاجة زي الخمسات كده. هو اللي حابب يشوف الكلام ده عمل هتلاقوه إن شاء الله في الوصف. في ناس بقى ما معاش تنر بطيء، والحكايات دي اللي بنتجنب بيها البقعة، نتصرف مع الحاجات دي إزاي؟ طيب إحنا نعرف كده التبقيع أصلاً على فكرة التبقيع ممكن يحصل وأنت معاك تنر بطيء، يعني واحنا بنرش في اللي ما كانش فيه في الأ في ال يعني في الاول ما كانش فيه حاجه اسمها تنر سلو اللي هو التنر البطيء، ولا كان فيه الاكسترا سلو اللي هو البطيء جدا. التنر البطيء جدا ده معمول للاماكن اللي هي الحر جدا. ليه التبقيع اصلا ايه هو؟ التبقيع عباره عن واحنا بنرش العربيه او بنرش الكبوت او بنرش السقف، الدهان بينزل ناشف، بينزل خشن. انت ممكن وانت معاك تنر بطيء برضه يبقع منك، مش شرط. طب انا معايا تنر اللي هو الستاندر القياسي اللي هو ما اللي هو العادي، ما معيش انا تنر بطيء وعايز اتجنب الكلام ده، اتصرف ازاي؟ علشان خاطر التبقيع ما يحصلش لازم البويه تنزل طريه. يعني انا برش مثلا كبوت، طبعا التزم بالاساسيات بتاعه الرش، وده كنا شارحينه في فيديو لوحده. الاساسيات شرحنا الديستانس، المسافه والبعد والزاويه والاوفرلاب والكلام ده، اربع اساسيات ان شاء الله هتلاقيهم في فيديو في التعليق. المثبت نلتزم بيهم، المسدس يكون عمودي على الكبوت، ما كنش وانا برش الكبوت مثلا كده المسدس يكون عامل لي كده اهو، ودايما بتلاقي ايه ده يعني، او بغالبيه تلاقي نص الكبوت بيكون فيه بقعه. ليه البدايه بتحصل معاك؟ في ناس تحب ترش الكبوت من نص الكبوت وتقوم جاي عليها كده اهو على الرفارف مثلا. لا، ابدأ من الرفرف وامشي وامشي زاويه 90، ما جيش وانا رايح بجسمي على هناك اقلب المسدس وانا ماشي كده اهو. لا، المسدس يفضل محافظ على الزاويه بتاعته والبويه نازله بتلمع. ارش البويه بتلمع، انا شايف البويه بتلمع قصاد مني، اكمل واروح على نص الكبوت. رحت على نص الكبوت والمسدس عامل كده، مش وانا ماشي اكون عامل كده وفجاه الاقي المسدس بيرفع مني كده اهو. طب ما كده الحاجات دي هينزل عليها الدهان خشن ومش هينزل منتظم، وممكن ده يعمل لك زي مسمار يعمل لك تخطيط. فلازم المسدس يكون 90 وانا ماشي، البويه قصاد مني بتلمع اللي هو البيس كوت، اكني برش ورنيش مش برش بويه مط. يعني البيس كوت معروف ان هو مط، ولكن اول ما بينزل على السطح بيكون مبلل ويت، بيكون لسه طري، محتفظ بالتينر بتاعه اللزوجه بتاعته، حتى لو مفيهوش تينر بتلاقيه لسه. ده المطلوب، ينزل يكون حنين طري. وانا برش رحت عند وقفت عند نص الكبوت اهو، الرايه بتاعتي اهي اخر الرايه اهو، عايز بقى اروح اخد النص التاني، ابدا من هنا هقلب بقى هروح الف جسمي. لا، ابدا منين؟ من هنا اهو كده اهو، بدخل النص في النص او التلتين في التلت، ونفس الكلام واحنا ماشيين. يعني انا برش ليه اهي، باخد الشوط التاني منين كده؟ لا، ببدأ باخد النص واكمل، لانك لو بدأت كده الراية دي هي مش عدلة بمعنى عدلة كده هو، لا، الراية دي بيضاوية، تركيز الدهان كله بيكون في النص، والحروف ما بتكونش واخدة الكمية الكبيرة. فعلشان خاطر كده وانت بترش ما ينفعش ترش تروح كده اهو وقوم جاي مكمل كده اهو. لا، انا رشيت كده اهو، بص الرايه التانيه بقى لما هاجي احط هدخل النص في النص كده اهو، عشان اضمن ان هو اخد البويه بتاعته بتلمع صح واكمل، او التلتين. يعني خدت انا دي كده اهو، عايز اكمل دي، باخد التلتين كده اهو واخلي تلت ما اخدهوش، واطلع التانيه ادي التلتين من دي للتلتين من دي، او النص لدي النص اللي هو اكمل، اروح عند الكبوت او وقفت انا عند نص الكبوت ورحت كده اهو، اقوم جالف في جسم الناحيه التانيه وابدا اخد النص للنص او التلتين للتلتين واكمل لغايه ما اروح ناحيه الرفرف التاني كده. انت بترش صح، وده الاستاندر بشكل سريع. يعني ده كده انت ماشي سيستم صح. ليه؟ لان وانت ماشي كده اهو، اخر ما انت شلت المسدس البويه هي هنا حنينه، انت هنا بدات ممكن هنا تكون جفت. فانت لما بتشيل ايدك
وبتروح تلف جسمك للكبوت الناحية التانية وبتيجي تاخد، بتكون ده لسه محتفظ بالويت او الطريان بتاعه يعني لسه طري، هيندمج مع بعضه. انما لو انا بدأت من هنا هو من نص الكبوت ورحت على جسم، انا جيت على الرفرف، عبال ما تيجي على الرفرف وارد جدا ده يكون نشف، لان انت بتقول الجو حر، حاجة انا هبدأ منه هيعمل لي زي اوفر سبراي كده، او ممكن يعمل لي بقع او حاجة، هي نادر ان هي تحصل يعني، ولكن ممكن. فالافضل تبدا من عندك وتفضل ماشي بزاويه 90، وابدا انا امسك المسدس كده اهو. طب انا دلوقتي احمد مش عارف بروح اجباري، وانا رايح بلاقي المسدس بيقلب مني، لا اقلب المسدس انت كده اهو، انت ماسك المسدس غير مسكتك. انت المسدس عباره عن ايه؟ هو حاجه انت داس عليها، يعني انت داس على الزناد كده، داس على الزناد كده اهو وماشي، امسك المسدس باصبعينك كده اهو. اهم حاجه انت تكون مركز مع الشغلانه، رشينا تمام وكل حاجه. طيب انا بقى معايا التونر البطيء، البويه مش يعني بتنزل ناشفه، في الحاله دي اتصرف ازاي؟ ممكن تخف البويه سنه، خف البويه سنه مش كتير طبعا، ما تخلفش النشره الفنيه ولا الدعم الفني بتاعك، تخفها شويه تخليها طريه، لان انت التونر اللي معاك هنفرض ان هو تونر سريع، انا معايا تونر سريع والجو حر، اتصرف ازاي؟ وممكن ما تخفش البويه سنه. احنا فهمنا القصه ايه؟ ان البويه لازم تنزل طريه. التونر البطيء بيعمل ايه؟ حتى لو الجو حر معاك، لو انت بعد ايدك حتى شوية، لانك لما تيجي ترش البسكوت كل ما تبعد ايدك وانت بترش وبتبطئ سرعة ايدك، كل ما بتخلي البويه نازلة منتظمة مع بعضها اكتر، كل ما بتخليها مرصوصة بشكل افضل. انما لما تقرب ايدك قوي ممكن يحصل تخطيط او كلام من ده، فكل ما تعمل ايدك سنة كل ما البويه تنزل مرصوصة. التنر البطيء بقى بيساعدك على عملية انك لما بتبعد ايدك بيخلي الدهان او البيسكوت اللي طالع عبال ما ينزل على الكبوت بيفضل طري. يعني وانت ماشي كده اهو ترش، انت ممكن ترش الكبوت، ممكن تبدا من نص الكبوت وتيجي عليك وتروح الناحيه الثانيه وتبدا، اللي هو النظريه اللي مش اصح من الاولانيه، ويفضل برضك طالع معاكم ما يعملش مشاكل. ليه؟ لان هو طري، البيسكوت طري، التنر مش عايز يطير منه بسهوله، بياخد وقت فيفضل بيلمع. انما التنر السريع مجرد وانت بترش، انا برش اهو، مجرد وانا برش بلاقي البويه عماله تنشف قصادي، مش لاحقه. النشفان ده بقى ما بيساعدش على اندماج الالومنيات واندماج اللون، بيخليه يترص، بيخلي الالومنيات تنزل واقفه ما تلحقش تنام مع بعضها. فانا هضطر اعمل ايه في الحاله دي؟ انا عايز اقصر المسافه اللي ما بين المسدس والكبوت، لان كل ده البويه بتطلع بتنزل على السطح، دي فيها مسافه اهي، زائد الهواء اللي بيطلع مع المسدس بيساعد على تجفيف الدهان، زائد ان التنر سريع ده هينشف قبل اول ما ينزل. نعمل ايه؟ تقرب ايدك شويه، بطئ سرعه ايدك شويه. قرب ايديا ليه؟ اقرب ايديا هقلل المسافه، كل وهبطئ سرعه ايديا هخلي ايه؟ ايديا بطيئه كاني برش ورنيش. كل ده مش بطيئه اللي هي بطيئه اللي انا اكتم الكبوت، لا يعني عوامل بقى دي، حاجات ده بعيد عن السيستم، يعني السيستم بيقول لك كذا كذا كذا، احنا بيقول لك لو انت مش معاك الاضافات اللي السيستم قايل لك عليها تصرف ازاي، او احنا بنتصرف ازاي حتى لو معانا تينر سريع، نعمل ايه في الحاله دي؟ نقرب ايدينا. اقول لك انت شفت الطبه بتاعت الاكسدام؟ الاكسدام بيكون ليه عند الهوك كده، لما بتيجي تشد عربيه بيكون فيه طبه، اصل الطبه دي اسمها يختلف من بلد لبلد، او الكفر بتاع المرايه. في حد بقى لو انا قلت لك خد رش لي الطبه دي بتاعت الاكسدام وشويه البويه معاك اهم، والتنر ده سريع جدا، انت هتخاف ان الطبه تبقع منك؟ لا. طب لو قلت لك خد رش لي كبوت؟ لا، تخاف وتقلق. اي حد كده ان التنر هيطير بسرعه وانا برش لي هينشف. طب ايه اللي خلاك ما خفتش لما قلت لك رش لي حاجه صغيره 5 سنتي في 5 سنتي؟ لانك متاكد وعارف ان انت هترش، انت هتاخدها في ساعتها البويه هتفضل بتلمع، انت اول ما ترشها هي تنزل بتلمع، مش هتلحق تروح وتيجي في الطبه عبال ما ينشف. انما الكبوت هتروح وهتيجي جواه، كل ده مع الهواء ورايحتك وجيتك والبعد وتركيزك وده وده، كل دي عوامل بتساعد ان الدهان ينشف منك. انما الطبه لا، خلاص دي وهي طريقه، ده انا عملتها كده خلاص الرش بقى بيلمع عليها. فانا عايزك تتعامل مع الكبوت اكنه طبق اكسرام، انت بس انت خلاص انت بقيت محكوم. بس هتعمل ايه بقى؟ تخف البويه سنه، تخلي البويه خفيفه معاك، كل ما كانت البويه خفيفه التنر فيها زياده،
كل ما كانت تنهار فيها زياده، كل ما كانت هتحتفظ بالليونه او الرطوبه او اللزوجه بتاعتها او الطريان بتاعها، هتفضل طريه اطول فتره ممكنه. انما لو شلنا التنر خالص وانا برش عليها البوين مش هتطلع من المسدس، ولا طلعت من المسدس مجرد ما تنزل هتلاقيها اصلا بتنشف ومكتكته. فكتر التنر هي مش كتره بانك تخالف النشره الفنيه او الدعم الفني بتاعك، لا، انك تزور التنر تخليها فيها ليونه شويه وننزل ونرش، هتعامل بقى مع الكبوت وبطئ سرعه ايدي، وممكن تبعد ايدك كمان على فكره، تقلل ضغط الهواء السيكه، تخلي بقى نازله بتلمع تلمع معاك. اللي حابب يشوف الكلام ده عمل ان شاء الله اطلعه في الوصف، عشان خاطر بس ايه ممكن حد يقول انا مش فاهم الكلام ده او حاجه. طب تخلي البويه بتلمع معاك، فكره التبقيع ان البويه بتلمع معاك، تخلي البويه تنزل مقصوصه كده شربات، اكنك بترش ورنيش، اكنك بترش ورنيش كده اهون بانتظام، مش هرش ورنيش اقعد في حته رايح جاي عليها طبعا، لا، زي ما قلنا النص للنص، نص الرايه لنص الرايه او التلتين للتلت، لكن ما ينفعش اعمل كده اهو، ارش واحده كده واحده كده، ده هيعمل لك خط، ده هيعمل لك خط، لان الرايه زي ما شرحنا في الفيديو اللي ان شاء الله هتلاقوه في التعليق المثبت، الرايه بتاعت المسدس اللي هو الشكل المعروف الاو، في انظمه في مسدسات نزلت شكل اي اللي هو الرايه عدله، ولكن الانظمه اللي هي المعروفه او المشهوره او حتى في النظام الاي لازم يحصل تداخل او الاوفرلاب ما بين الدهانات، فانت مش معاك تنر، هتبطئ سرعه ايدك، تخف الدهان شويه، ترش كده وعايزك ايه تخش جوه الكبوت كده، تاخد الكبوت في حضنك كده، انت اللي تسيطر على الشغلانه، الحاجات دي تسمي الله كده وتخش، هتتمكن بامر الله. اما بقى لو انت بقى يعني فاضي شويه، اقول لك بردك على حاجه تعملها، اي حاجه سكراب عندك كبوت قديم مثلا، درب نفسك عليه. درب نفسك بمعنى ايه؟ يعني ده مجرد راي شخصي اللي هنتكلم فيه ده بقى. يعني مثل كده او مقوله او حكمه مش عارف بصراحه يعني اتقالت في ايه، ولكن بيقول لك تعرف يعني الاشياء بتعرف بضدها، يعني ايه؟ عكس الحاجه، او الانسان لما بيغلط بيتعلم من الغلط. مثلا عايزك تبقى عايزك حاجه قديمه عندك وتكون مستغني كده عن شويه بويا وتبقع كبوت. تمسك كبوت قديم عندك كده اهو تبقعه، مرة تبقعه مرة ترش سليم، بس عايزك انت تبقعه تشوف ايه العوامل اللي بتساعد على التبقيع وتعملها. انا الكبوت ده انا هبقعه المرة دي مثلا، ايه اللي هيحصل عشان الكبوت ده يبقع مني؟ هشتغل بتنر سريع جدا والجو يكون حر، وهبعد ايدي شوية وهقعد اخشنه اخشن اخشن، انا عرفت ابقعه. طيب ماشي، انا عايز اعالجه بقى، عالجه ازاي؟ عالج التبقيع ازاي؟ هرصه. يعني في ناس بتحب تعمل ايه؟ انا عربيه بقعت معاها، يوم جاب حته صنفره 1000 مثلا او 800 ويبلط، يبلط الخشانه دي، لان البقعه زي ما قلنا ايه؟ عباره عن المونيات واقفه مش مرصوصه جنب بعضها، حبايه عامله كده وحبايه عامله كده وحبايه عامله كده، انما الاصل ايه؟ الالمونيات تكون مرصوصه، اللي بيخليك تشوف البقعه الاضاءه بتضرب في تاثير الميتاليك، وانت بتكون واقف في الجنب التاني بتشوف تاثير الميتاليك بشكل صحيح، انما لما الالمونيات تكون واقفه الاضاءه تيجي تنزل مش هتتعكس لك بشكل سليم، انت هتشوف الجنب التاني من الالمونيات او الجنب التاني من الحبايه هيظهر لك معتم، فهيظهر لك الموتلينج او البقع دي. طب انا عايز اعالج بقى الكبوت اللي بقع ده، ادي له وش الصنفره بلطه وخليه ناعم، لان الدهان نزل خشن، اخليه ناعم، اقوم ادي له وش عجين رص، اخلي البويه تنزل وانا معايا التنر السريع، ابطأ بقى ايديا. ايه ده؟ البويه مش عايز تنزل معايا ناعمه وبتلمع ليه؟ لا، عشان التنر سريع، بس انا هخليك تنزل بتلمع، هقرب ايديا وابطأ. انا شوف هركز عليه، بتلمع ماشي اكمل، وانت مسيطر على الكبوت، سمي الله كده، انت اللي تسيطر على الشغلانه. واخد بالك؟ عايزك ترشها وانت بعيد. يعني وانا بعيد كده اهو. بدماغك، عايز دماغك هي اللي تكون شغاله، تخلي الكبوت انزل التنر بس اخليك بتلمع. تمام كده ورا الشات تمام؟ اقوم وهو طاري كده اهو، دي طريقه من ضمن الطرق، يعني ممكن تكون مناسبه في سيستم او سيستم لا، ولكن ان شاء الله هتنفع عادي، احنا بنتكلم على السولفنت بيز. الووتر بيز من الصعب ان هو يبقع اساسا، ان هو بترش كله ويت اون ويت، طاري على طاري، وش راس وش وش مي بويه ميه، وفوق منه وش عفره طاري على طاري كده اهو، هو هي البويه الميه كده. ده نوع من انواع، في بويه ميه بترش زي السولفنت بيز، البويه التينر يعني بتاخد اكتر من وش، ولكن في نوع بياخد وش واحد وبيتعفر بس.
قام هو طارق كده اهو خلاص انا اديت له وش التقفيل بتاعي، قام بعد ايدي سنه وادي له وش العفر وهو لسه ويت وهو طارق، يطلع معاك زي الفل. ممكن تستنى دقيقه كده وهو لسه في الويت بتاعه، قام بعد ايدي شويه وعدي وش عفره تاني، تكبوت يطلع معاك ان شاء الله زي الفل. ما انا ممكن اكون معايا تنر بطيء وابعد اداء اكتر من اللازم واقعد اخشن هيبقى عاملني برضه. فالفكره كلها انت تكون عارف هو ليه بيحصل التبقيع وليه ما بيحصلش التبقيع. اجي مره تانية اكون معايا تنر بطيء وابقع برضه الكبوت، انا هرشك بتنر بس هبقعك، واخد بالك من الكلام؟ ومعروف ان البقعه لما بتحصل بتحصل ازاي، بتكون البقعه خشنه تمشي لك على الدهن خشن. طب ازاي ابقع الكبوت واخلي الدهن ناعم ازاي؟ دي حاجات انت مع نفسك تقعد عفره في عفره في عفره ناعمه في عفره ناعمه في عفره ناعمه. ازاي اغمق اللون؟ ازاي افتح اللون؟ ضغط الهواء العالي بيفتح اللون، الضغط القليل بيغمق اللون. يعني ان شاء الله عشان بس ما نطولش في الفيديو، هي الفكره كلها كده اهو. بتعرف التبقيع اصلا بيحصل ليه؟ التبقيع بيحصل نتيجه ان اللون مش نازل طري، البوا مش نازله طريه، وانا معيش تنر بطيء، يبقى خف البوا شويه، خليها خف شويه، انزل وش خفيف ناعم كده، وبعد كده انزل راس ارص، او انزل راس على طول لو انت الدهن اللي تحتك اللي انت هترش عليه قوي، يعني فيلر كريل قوي توكي ما فيش مشاكل، رص على طول، قرب ايديا، ابطئ سرعتي، انا خليت تلمع قصاد مني. هي الفكره كلها كده يا رجاله، يعني يا رب يكون فيديو سهل ومفيد. اللي عنده اي اضافه حوالين الموضوع دون يسيب في التعليقات. ويعني انت فعلا الحاجه اللي ان شاء الله تكون كويسه معاك التدريب، حاجه قديمه عندك اتدرب على العاد كبوت عندك واتدرب عليه، رش مره واثنين وثلاثه. والناس اللي بتتكلم على الاورنج بيل قشره البرتقال برضك، كان فيها اكتر من فيديو عندكم على الاورنج بيل، واحنا بنرش جوه الكابينه حصل معانا الاورنج بيل ازاي نعالجه، برضك تنزل وش راس وتخف الورنيش سيكه كده تسيح الاورنج بيل، احسن ما تطلع بره الكابينه تروح تست تقعد تسحق وتلمع وممكن لا قدر الله تتعاد تاني معاك او كلام من ده. واحيانا بيكون علاج الاورنج بيل او الفيش اي عامه ان هو يتصنفر ويترش تاني افضل من انه يتصنفر ويتكشف وبياخد وقت بالاونطه يعني. فالفكره كلها حاجه قديمه عندك تتدرب عليها ان شاء الله الامور هتبقى تمام يعني. واللي عنده اي اضافه اي استفسار سيب في التعليقات، يا رب يكون في رساله مفيد. ما تنسوناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.